كرنفال المواطنة انطلق من الساحة الإدارية وسط العاصمة الإسماعيلية وجاب أهم الشوارع الرئيسية للمدينة مجسدا القيم الوطنية الصادقة التي تميز الملحمتين المجيدتين المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد. وشارك في كرنفال المواطنة أطفال وتلاميذ من مختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب الأطر التربوية والإدارية وفعاليات من المجتمع المدني النشيطة في المجال التربوي. أكثر من 3500 تلميذ وتلميذة كيحتفلوا بهذه المناسبة، وهذه عندها الدلالة ديالها، لأن 350 ألف اللي كانوا توجهوا إلى الأراضي الصحراوية في مسيرة سلمية حاملين شعار الله والكتاب المقدس القرآن الكريم. هذه التظاهرة شكلت مناسبة لكي يعيش الأطفال والتلاميذ جانبا من الأجواء الوطنية لذكرى المسيرة الخضراء التي تطوع للمشاركة فيها آلاف المغاربة دفاعا عن الوحدة الترابية بطريقة سلمية وحضارية.